برز مرة أخرى بإعداء هذا اللقاء المهم اللي هو حفل لتعزيز الثقة ما بين التجمع الوطني الأحرار والمواطنين والمواطنات، وذلك في إطار سياسة القرب اللي التجمع تيعملها اليوم كل يوم وكل أسبوع وكل آخر أسبوع. كما شفتوا كاين عدد من الاجتماعات اللي تنديروها في عدد من المدن المغربية، ولكن أيضا مسار الثقة اللي هو مبني على ثلاث نقاط أساسية. اليوم المغرب محتاج لمية حاجة، ولكن احنا كمكتب سياسي وكمسؤولين مشينا بواحد المنطلق بأنه خصنا نختاروا، ودرنا ثلاثة الاختيارات. الاختيار الأول هو المدرسة، الاختيار الثاني هو الصحة للجميع، والاختيار الثالث هو العمل للشباب. هادو هما ثلاث اختيارات اللي احنا اشتغلنا عليهم مع المواطنين والمواطنات في إطار سياسة القرب، واللي بنينا فيهم مسار الثقة. واليوم أنا فرحان جدا باش نشوف بأن القانون الإطار ديال التربية الوطنية داز وكاين اتفاق عليه، واللي تيخلي بأنه اللغة العربية والأمازيغية فوق راسنا، واللي هي اللغات اللي غادي يتعلموا بها الوليدات والبنات ديال بلادنا، ولكن في نفس الوقت غيتعلموا لغات أجنبية أخرى، لأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة، وانه الناس اللي ما تيكونوش يتكلموا عدد من اللغات ما تيقدروش ينجحوا في حياتهم. وهذه نقطه اساسيه باش في اطار خلق فرص الشغل، ان اللغات زائد العربيه والامازيغيه اللي هي مره اخرى فوق راسنا تكون لغات اللي هي اجنبيه، واللي يمكن الوليدات ديالنا يتحسنوا بها ويكونوا ناجحين في حياتهم.